حياكم الله مشاهدينا. يسرنا في البداية أن نلتقي بالسيدة مها البرجس أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي. حياك الله أستاذة، سعيدة جدا بتواجدك معنا. الله يحييكم ومشكورين على هالاستضافة وبرنامجكم أحلى برنامج. سلمي غالية تسلمي أستاذة مها، وبداية قوات الله حضرتك وأخوانك منتسبي هذه الجمعية، جمعية الهلال الأحمر الكويتي اللي يشار إليها بالبنان على لسان زميلاتها على مستوى العالم، فنقول قواك الله أستاذة مها. وبداية، ما هي المشاريع الإنسانية التي هي الآن في أجندة الجمعية الهلال الأحمر الكويتي؟ أول شيء مشكورين على هالإشادة في الجمعية وهذا دورها، ومعروف أن الجمعية الهلال الأحمر في كل دول العالم هي اللي تعمل في الحالات الاستثنائية للدولة، وهي الذراع الإنساني للدولة، وهي الوحيدة اللي تقدر تتحرك في زمن الأوبئة وزمن الحروب وزمن الكوارث. هي الوحيدة اللي لها حرية، لأن في عندها شعار وفي عندها مبادئ أساسية ضمن الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر. هاي كلها أشياء، هاي أساسية هي اللي تخليها في بالقيادة في هذه الظروف الراهنة. فعلشان كذي احنا يمكن هذا دورنا وهذا شيء اساسي، وبعدين هاي الكويت هاي اقل شيء احنا نقوم نقدمها. بالنسبه للمشاريع، مشاريعنا من بدايه الازمه، من اول فبراير من بدت ان في احتمال ان يصير في شيء، بدينا حمله توعيه قمنا فيها، شنو طريقه الوقايه، الاعراض اللي موجوده اللي ممكن تتعرض لها الانسان من هذا الوباء الفيروس. بعدين توسع الموضوع، كبر شويه، بدا تغير الوضع. احنا اوضاعنا ترى على مراحل انتقاليه، نعم. تتغير بسرعه ترى، يعني على حسب شنو الحدث، شنو اللي قاعد يصير. فاحنا الحين قمنا في عندنا العماله، هاي العماله جدا مهمه لان هاي باليوميه، وقف عملهم لان تعطلت الدوله كلها، بالاضافه الى ان المدارس معطله. فقمنا نقدم لهم وجبات، كل 3 أيام نروح منطقة نحاول نغطيها. اليوم وصلنا إلى 2500 وجبة يوميا نقدمها للعمالة. بالإضافة إلى أن بنفس الوقت في عندنا حملة توعية. حملة توعية هاي عند نقوم في مبادرة نحميكم، هي جزء مع بالتعاون مع العاملين في الجمعيات التعاونية. بالإضافة إلى جمعية الصيدلة وجمعية حماية المستهلك، نقوم هاي بالجمعيات التعاونية ندور عليهم، فيها قياس حرارة، قياس ضغط، توعية في طريقة النظافة، لبس الكمام، الحرص على النظافة، هذا أهم شيء. بالإضافة إلى أن إحنا عندنا وزعنا كمامات في بداية الأزمة، كمامات وقفازات على دور الرعاية والمؤسسات الإصلاحية. هاي كلها جزء من مشاريعنا. أستاذة، أنتم اليوم قمتم بإطلاق حملة إنسانية، توزيع مواد غذائيه على الاسر المتعففه، عدل؟ اي نعم. وين نتكلم عن هذا الموضوع؟ هذه جزء من عملنا، هذا مو شيء جديد، هذا احنا على طول احنا نقوم فيه. بالنسبه للاسر المتعففه في عندنا عدد كبير من الاسر، احنا مسجلين عندنا 5000 بس اللي الحين موجودين في كشوفات الجمعيه؟ كشوفات الجمعيه، لكن في بعضهم جزء منهم مو محدثين بياناتهم، فهذه لا مخلينهم ستاند باي. بس احنا اليوم اطلقنا، بدينا اليوم 50 أسرة، لان انت عارفه الوضع، احنا كنا اول اكثر، بس الوضع الحين ما نقدر ندخل اكثر من 50 اساس انه يكون في مسافات بينهم، ما نبي اكتظاظ يكون فيه لان نقله العدوى صح وحماية لهم. فكل يوم يعني بين 50 إلى 100، نعم، 100 أسرة نقدم لها عبوة غذائية تكفيهم لمدة شهر، متكونة من أرز، طحين، زيت، معلبات، نعم، فاصوليا. هذا الكرتون أو الوجبة المخصصة لهم أستاذة مها، يعطيكم العافية. طيب، لمن يتساءل عن استمرارية هالحملة، هل تقتصر في وقت معين؟ لا الحين احنا في أزمة، فما عندنا، هاي مستمرة، راح نستمر فيها إلى أن إن شاء الله تنتهي الأزمة بأسرع وقت. لكن إحنا يا ريت من خلال برنامجكم
ترشيد. يعني أنا مو بس إن أنا أعطي، ما يخالف، أنا أعطي ومستعدة يعني إلى أبعد حدود إحنا نعطي ومستمرين في عطائنا حق هذه الأسر. أثناء حديثك أستاذة مها قاعد نشوف مع المشاهد الكريم بعض من الصناديق الموجودة والمواد الغذائية. نعم. هذا يتم توزيعها بناء على جداول موجودة عندكم. جداول على طبعاً. أعداد للأسر المحتاجة والمتعففة. خلينا نقول التجاوب مع الجمهور شلون شفتي أستاذة مها؟ بالنسبة للأسر ولا للأسر معاكم أنتم؟ الأسر لا عادي، هذين احنا عارفينهم، احنا على طول اتصال معاهم، نتصل مجموعة مجموعة لأن طبعا المكان ما يكفي، فاحنا وما نبيك تضغط. ويستلمون من الجمعية؟ يوصلون بالجمعية وفي ناس احنا نوصل لهم. حلو. هذه هاي العبوات الغذائية، لكن بنفس الوقت في احنا قدمنا قبل اسبوع تقريبا قدمنا في عندنا احنا ايتام، هذيل لهم وضعيه ثانيه، ايتام وفي ارامل وفي مرضى، هذيل لهم وضعيه ثانيه، هذيل قدمنا لهم خصوصيه. قدمنا لهم كبونات بقيمه معينه يروحون يشترونها من المحل نفسه. طيب يعني احنا استاذه مقبلين على شهر رمضان المبارك، ماذا عن الحمله السنويه اللي يعني دائما تنظمها جمعيه الهلال الاحمر الكويتي بتوزيع المساعدات قبل شهر رمضان؟ هذه راح متى راح تنطبق الحمله؟ احنا كان عندنا موعد معين لكن الوضع تغير، فراح يعني نضبطها ان شاء الله على الشهر الجاي. يعني أدري ما باقي شيء بس أنت عارفة الأحداث. صح. فيعني بس هناك حملة راح تنطلق إن شاء الله. نعم. راح تنطلق وإن شاء الله نكون خلصنا من هالأزمة إن شاء الله. نعم. آمين يا رب. يعني أكيد مع هذه الخطط لابد من خدمات تقدم أستاذة مها، بمعنى يعني هل الجانب الصحي لا نصيب من خلال المساعدات ولا اكتفيتوا فقط في عملية التوعية؟ حتى نكون أكثر دقة، هناك حالات مرضيه في هالاسر المتعففه مثلا استوعبت والله يحتاج دواء سين، الدواء صاد. هذا موضوع الادويه والعلاج هذا موجود. نعم. من البدايه. مو بس بالازمه، هذيلا احنا عارفينهم ومعروفين احتياجاتهم، في احنا في كبار السن يحتاجون الى رعايه معينه. نعم. في احتياجات معينه احنا نقدمها لهم شهريا، يجون احد من اهلهم نسلمها لهم، يستلمها. بالنسبه للعلاج احنا العلاج طبعا هاي الاسر المتعففه. نعم. الاسر الكويتيه طبعا انت عارف المجانا، لكن في الاسر الثانيه لا. نعم. يمكن استاذه مها لو بنتكلم عن الجمعيه وانتم كعاملين فيها نقول قواكم الله وعسى الله يجزاكم خير عن كل شيء تسوونه والعاملين. شكرا جزيلا. بس يا ريت يعني احرص ان قعدوا في البيت. شكرا. وهذا شعارنا. شكرا لك. متواصلين معكم مشاهدينا اكيد، ولكن بعد هذا الفاصل.